المواضيع اللي هنتكلم عليها النهارده في شابتر 2 هي اول حاجه هنحاول نفهم ازاي الداتا او البيانات والبرامج ازاي بتبقى ممثله بطريقه كمبيوتر يقدر يتعامل معاها ويفهمها او الهاردوير يقدر يتعامل معاها ويفهمها. هنشرح ونحاول نفهم وظيفه كل جزء من الهاردوير او من المكونات الرئيسيه بالنسبه للكمبيوتر. برضه هنشرح ازاي البريفرال المختلفه ازاي نقدر نوصل ديفايس جديد على الكمبيوتر من خلال البريفرالز او الوسائل اللي موجوده او البورتس اللي موجوده في الكمبيوتر. هنحاول نفهم ازاي السي بي يو او البروسيسنج يونت سنترال بروسيسنج يونت ازاي بتتعامل مع الميموري عشان تنفذ الاوامر الموجوده في البرنامج. ازاي نقدر الطرق المختلفه ان احنا نقدر نسرع الكمبيوتر بتاعنا، الوسائل والطرق المختلفة عشان نقدر نسرع سرعة الجهاز أو سرعة تنفيذ الجهاز للأوامر أو لبرنامج معين. بعض التكنولوجيا اللي نقدر نقول عليها مستخدمة في المستقبل والتطويرات بتاعتها إيه هي بالظبط. Data and Program Representation، يبقى بنتكلم دلوقتي إزاي بالنسبة للكمبيوتر إزاي هنكتب بيانات وإزاي نكتب برنامج عشان الهاردوير أو الكمبيوتر يقدر يفهمها ويتعامل معها. كودينج سيستم مقصود بيه عايزين دلوقتي نحول البيانات بتاعتنا لطريقه مفهومه بالنسبه للكمبيوتر. ايه هي البيانات؟ مقصود ايه بالبيانات؟ حروف، ارقام، لو بنتكلم على صوره، صوره، الالوان، ازاي هنمثل الالوان بالنسبه للكمبيوتر؟ ازاي هنمثل التكست بالنسبه للكمبيوتر؟ ازاي هنمثل الارقام 1 و2 و3 و4 بالنسبه للكمبيوتر؟ ده المقصود بالكودينج سيستم. اي ديجيتال سيستم الحقيقه كل اللي يقدر يتعامل معاه هو الزيروز والوان، زيروز وونز. هي دي الحاجة الوحيدة اللي الديجيتال سيستم يقدر يتعامل معاها. زيروز وان دي ممكن تكون في أكتر من طريقة. اون اوف ممكن لو احنا بنتكلم على سي دي يبقى المكان محروق، المكان اللي على السي دي محروق أو مش محروق، محروق يعني بيعمل ريفليكشن لللايت، مش محروق يعني ما بيعملش ريفليكشن لللايت اللي بيجي عليه. لو بنتكلم على مكان على ماجنتيك ميديا يبقى المكان ده ممغنط ولا غير ممغنط. دي أمثلة مثالين للحاجات المشهورين اللي هو الماجنتيك ديسك والأوبتيكال ديسك، يا إما المكان ممغنط يا إما مش ممغنط، يبقى دي معلومة مخزنة عليه يبقى يا إما صفر يا إما واحد وتفر بقى مين اللي فيهم صفر ومين اللي واحد، يا إما المكان بيرند يا إما نوت بيرند يبقى بيعمل ريفليكشن لللايت اللي بيجي عليه، وبرضه ساعتها اللي بيعمل ريفليكشن ممكن نقول عليه واحد واللي ما بيعملش ريفليكشن ممكن نقول عليه صفر. وبقى كده قدرنا نخزن ابسط معلومه على السي دي او ابسط معلومه على الماجنتيك ديسك درايف اللي هي يا صفر يا واحد اللي هو اي ديجيتال سيستم بيقدر يفهمها. وده مثال بسيط بيوضح لنا فكره. لو احنا بنتكلم على سيركت يبقى الدايره لو كانت مفتوحه يبقى زيرو، لو كانت مقفولة يبقى 1، لو هنا بنتكلم على ماجنتيزيشن يبقى المكان ممغنط ولا غير ممغنط، وهكذا نفس المثال اللي قلناه بالنسبة للسي دي. دلوقتي هنتكلم على الديجيتال داتا ريبريزنتيشن. طيب الصفر والواحد ده هنسميه هو الستيت بتاع اي مكان. يبقى انا لو بتكلم على الاسطوانة مكان واحد فيها بس في تو ستيتس يا زيرو يا 1، التو ستيتس دول او المكان الواحد ده يمثل لنا نسميه البت. يبقى المكان الواحد اللي على اسطوانة اللي شايل يا زيرو يا 1 ده هنسميه بت، ودي اصغر وحده في المعلومه بالنسبه للكمبيوتر، مفيش اصغر منها. اقل وحده هي البت اللي فيها يا زيرو يا 1. يبقى انا عندي اقل وحده هي البت، الفاليوز اللي ممكن تاخدها البت الواحده 0 او 1. الوحده اللي بعديها على طول واكبر منها هي 8 بت. يبقى احنا لو جمعنا 8 بتس دول مع بعض هنسميهم بايت. يبقى دلوقتي لو انا عندي اسطوانه وتلات 8 بت جنب بعض دول نسميهم بايت. يبقى الشكل اللي احنا شايفينه ده كل واحدة من دول بت، التمانية مع بعض نسميهم بايت. طيب لو 1024 بايت يبقى نسميهم كيلو بايت، 1 كيلو بايت. ودايما هنا اليونتس بتاعتنا اللي الوحدة الالف عندنا هنا ب 1024 مش بالالف بتاع الديسيمال، اليونتس بتاعتنا هنا 1024 والمالتيبلز منها. الواحد مليون بايت برضه مالتيبل اوف 1024 خلينا ما ننساش. الواحد جيجا بايت، ودايما البايت بيرمز لها بالبي كابيتال مش بي سمول، يبقى كي بي كابيتال مقصود بها كي كيلو بايت. طبعا البايت ترمينولوجي احنا عارفينها في كل حاجه، يعني لما عايزين ننقل فايل السايز بتاعنا حجم الصوره بتاعتنا 1 ميجا، عايزين ننقل فايل السايز بتاعه 10 ميجا فهياخد وقت قد ايه عشان نعمل له ترانسفير على البريفكس. فهمنا ايه المقصود بالكي بي والام بي والجيجا بايت والتيرا بايت. طب اتكلمنا على الداتا ريبريزنتيشن وقلنا ان احنا عندنا اقل وحده بالنسبه للمعلومه بالنسبه للكمبيوتر هي البيتس، تاني الوحده اللي بعديها على طول هي البايت اللي هي 8 بت، وقلنا ان البيت دي هي الحاجه اللي لو افترضنا ان احنا عندنا السي دي روم مثلا او بنتكلم على الماجنتيك درايف يبقى هي المكان الواحد اللي شايل معلومه، واقل معلومه هي البيت اللي هي بتاخد تو فاليوز يا 0 يا 1. طيب النمبرنج سيستم بقى احنا بنتكلم دايما بما ان احنا عندنا 0 و 1 يبقى هنتكلم على نظام ترقيم اسمه باينري نمبرنج سيستم.
ده في مقابل ايه اللي احنا عارفينه؟ احنا متعودين على الديسيمال نمبرنج سيستم. الديسيمال اللي هو في ارقام من 0 لحد 9، ده نسميه ديسيمال نمبرنج سيستم. طبعا احنا في الكمبيوتر عايزين نشتغل بالباينري نمبرنج سيستم. ايه الفرق؟ الباينري نمبرنج سيستم الفاليوز اللي احنا شغالين عليها يا 0 يا 1، يبقى احنا عايزين نمبرنج سيستم كل الارقام اللي فيه زيروز وانز. الديسيمال نمبرنج سيستم اتفقنا هو فيه من 0 ل 9 اللي احنا متعودين عليه، الباينري نمبرنج سيستم يا 0 يا 1. تعالوا هنشوف دلوقتي ايه المقصود بالكلام اللي مكتوب قدامنا. In both systems the position of the digits determines the power to which the base number such as 10 or 2 is raised. تعالوا نشوف الكلام ده بالتفصيل في مثال بسيط عندنا. لو احنا عندنا الرقم 7216 ديسيمال نمبر مكتوب بالطريقة دي، هنا لو احنا عايزين نجيب الرقم ده بنجيبه ازاي؟ ازاي نجيب الرقم الديسيمال بتاعنا اللي هو مكتوب على الشكل ده؟ فبنقول الستة في 10 أس 0، وهنا عندنا 1 في 10 أس 10. يبقى أول مكان في الديجيت ده، أول مكان بنسميه احنا بالأحاد والعشرات والمئات، يبقى ده معناه إن الخانة التانية دي أي رقم فيها هنا كل رقم في كل انكريمنت فيها بعشرة. فلو أنا عندي 1 هنا معناه إن أنا عندي 10، لو أنا عندي 6 هنا معناها كل 6 بما أنها يونتس أو أحاد يبقى كل رقم هنا بيونتس أو بوحدة واحدة، فعشان كده الستة اتضربت في الواحد. بينما هنا الواحد ده كل واحد فيه بعشرة، فلو كان هنا 2 كانت هتبقى 2 في 10 كانت هتبقى 20، وهكذا. الاتنين هنا برضو في الايه في الهندردز، وبناء عليه يبقى احنا عندنا هنا 100، يبقى 2 في 100 يبقى دي 200، والسبعه في 1000 ويطلع وبناء عليه يطلع الرقم اللي عندنا 7216. طب لو احنا عندنا الرقم عايزين نمثله بالباينري ونقدر نجيب الديسيمال فاليو بتاعته بكام؟ فهنفترض ان احنا عندنا رقم 1001. 1 هو الليست سيجنيفيكانت بت. يعني ايه الليست سيجنيفيكانت بت؟ يعني دي اقل بت، زي كان اللي هي اليونتس عندنا هنا او الاحاد هنا، برضو هنا تعتبر اقل يونتس عندنا او اقل بوزيشن لي فاليو. طب في المقابل هنا الفاليو هنا كانت 10 اس 0، 10 اس 1، 10 اس 2، بمعنى اصح هنا اليونتس او الاحاد هنا كل رقم من هنا معناه 10. يبقى لو انا عندي 2 معناه ان انا عندي 20، مع لو عندي هنا 3 في الديجيت دي معناه ان انا عندي 30، لو هنا عندي 2 معناه ان انا عندي 2 في 100 يبقى 200، وهكذا. هنا لو انا عندي كل واحد هنا معناه ان انا عندي 2، كل واحد هنا معناه ان انا عندي 4، كل واحد هنا معناه ان انا عندي 2 اس 3 8، وهكذا. طبعا انا عندي هنا الاختيارات قليله، يعني انا عندي هنا يا 0 يا 1، يبقى يا اما عندي هنا 2 يا اما عندي هنا 0. هنا نفس الكلام، يا اما عندي هنا 0 يا اما عندي 4 في الخانه دي، وهكذا. يبقى انا لو بصيت للخانه دي بما انها اقل وحده يبقى 2 اس 0 اللي هي 1، يبقى الواحد ده معناه ان انا معايا 1 دلوقتي. امال الواحد ده معناه معايا كام؟ اكني معايا 2 اس 3. معايا 2 اس 3 هو ده البيز بتاعنا، اتفقنا ان الاثنين دي هي المقصود بها البيز، زي ما ال10 كانت هي البيز بتاعتي او الاساس بتاع الترقيم بتاعي. اساس الترقيم بتاعي هنا 2، فيبقى كل خانه 2 اس الايه البوزيشن بتاعي، 2 اس 0، 2 اس 1، 2 اس 2، 2 اس 3، وهكذا. نفس الكلام هنا 10 اس 0، 10 اس 1، 10 اس 2، 10 اس 3. ال 2 اس 3 الواحد ده معناه ايه؟ معناه ان انا عندي 8. يبقى انا عندي هنا 8 وعندي هنا 1، نجمع الاثنين مع بعض يبقى انا عندي هنا 9. يبقى 1 0 0 1 مقصود بيه 9 ديسيمال. يبقى انا قدرت احول اي رقم عندي للديسيمال ريبريزنتيشن بتاعته بالطريقه البسيطه خالص دي. طبعا هنا بقى يبقى احنا ممكن نتكلم على باينري، ممكن نتكلم على اوكتال اللي هو النظام الثماني، ممكن نتكلم على هيكسا ديسيمال، يبقى كل خانه فيها لحد ما نوصل ل 16، 0 1 2 3 4 لحد ما نوصل، يبقى عندي 16 فاليو. كودنج نمبر، تعالوا بقى نبص. طيب دلوقتي يبقى احنا فهمنا المقصود بالباينري نمبرنج سيستم. يبقى انا دلوقتي لو انا بتكلم على ارقام هشتغل بالباينري نمبرنج سيستم. ايه الميزه اللي في الباينري نمبرنج سيستم؟ ان كله وحيد وصفار. وادينا شفنا دلوقتي ازاي نمثل رقم التسعه بوحيد وصفار بس، يعني الرقم اللي قدامنا ده يعتبر تسعه. لو انا عايز احوله لديسيمال هفهم ان الرقم ده تسعه. اما لو كان واحد هنا بس كان هيبقى واحد. لو واحد هنا والباقي كله صفار كان هيبقى اتنين. لو حطيت هنا واحد بقى تلاته. لو واحد هنا والباقي كله صفار اربعه.
لو حطيت واحد معاها هنا بقت 5، واحد هنا وواحد هنا بس 10، اللي هو 10 8 و2. طيب قدرنا دلوقتي نشوف طريقة للتمثيل الأرقام. طب عايزين نمثل التكست الكاركترز، بنسمي الأشكال دي كاركترز. الصفر والواحد والاثنين والتلاتة والأربعة دول في الحالة دي ما اسمهمش أرقام، دول في الحالة دي اسمهم كاركتر. كاركتر مقصود بيه حرف في اللغة بتاعتنا وشكل. يبقى احنا عندنا بالنسبة للأرقام الكاركترز دي، هو عندنا الـ A والـ B والـ C والـ D كاركترز، حتى الـ A small تعتبر كاركتر تاني، البلس كاركتر وهكذا. أول طريقة للترقيم للكودينج سيستم عشان نقدر نعمل كودينج للكاركترز أو للحروف أو للأشكال عشان نعمم شوية، الكاركتر ممكن يبقى أي شكل مش لازم يبقى حرف، كان الأسكي اللي هي American Standard Code for Information Interchange عشان نقدر نتبادل المعلومات، يبقى من خلال التليجراف، من خلال كل الطرق اللي أنا عايز أنقل بيها حروف وحولها. أول طريقة اتعملت هي طريقة الأسكي. نتخيل كده إن في تليجراف، واحد ماسك تليفون في ناحية وفي ناحية تانية في المحيط، من خلال المحيط عايز أبعت حرف الـ A، فممكن أبعت 0 1، أو نبعت من الـ significant الأول أو من البيت القليلة الأول، يبقى 1 5 أصفار أو 6 أصفار، 1 5 أصفار وبعدين 1 وبعدين 0. الطرف التاني على طول أول ما يجيله الشكل ده هيفهم إن ده حرف الـ A. طب لو عايز أبعت بعديه حرف الـ B، يبقى 0 وبعدين 1 وبعدين 4 أصفار وبعدين 1 وبعدين 0. ده أي دايرة كهربية تقدر تعمله. لو تخيلت إن أنا عندي دايرة بتنور لمبة في الناحية التانية من المحيط، وأنا بعمل سويتش يفتح ويقفل اللمبة، فأول ما الشخص اللي قاعد الناحية التانية بيبدأ يبص على اللمبة بتنور إزاي، فلقاها في الأول مطفية وبعدين منورة وبعدين 4 مرات مطفية وبعدين منورة وبعدين مطفية، هيفهم إن الرقم ده هيحوله بنظام الأسكي، يبقى ده حرف السي، ويبدأ يحط الحروف دي جنب بعضها، يقدر يكون تكست كبير، يقدر يكون جواب كبير بالتلغراف أو بأي طريقة قدرنا نبعت تكست من ناحية لناحية تانية. الـ Extended Binary Coded Decimal Interchange Code developed by شركة كبيرة اللي هي عارفينها كلنا اللي هي IBM، عملت واحد تاني Extended كان أكبر شوية من النظام القديم اللي احنا شايفينه ده. اليوني كود طبعا حاجه مور ادفانسد، عدد البيتس اللي تمثل كل كاركتر فيها بقت 32، وبقى هو اللي منتشر دلوقتي اليوني كود، ان احنا كل الكاركترز بنمثلها مش ب 8 بيت زي حالتنا هنا، لا احنا بنمثلها ب 32 بيت. طبعا في ميزه رئيسيه في اليوني كود ده، ان هو يقدر يمثل بقى لغات كتيره مختلفه، لان الحاجات القديمه دي كانت بتتكلم على اللغات اللاتيني مع الارقام، هنا دلوقتي بقينا نتكلم على اي لغه مع ارقامها، لان عندنا 32 بت، ده هيبقى فيه كومباينيشنز كتيره جدا 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 باستثناء السبعه بت اللي هنا او الثمانيه بت اللي هنا. طيب اتكلمنا دلوقتي على ازاي نعمل كودنج للارقام وازاي نعمل كودنج للتكست او للكاركترز لاي شكل احنا شايفينه. السؤال دلوقتي لو انا عندي جرافيكس صوره، ازاي السيستم همثلها على الكمبيوتر؟ هتمثل ازاي صوره؟ تخيل كده الكاميرا بتاعتي صورت حاجة وعايز احطها على الفلاش ميموري او عايز احطها على السي دي، ايه اللي بيتحط بالظبط؟ بيتحط حاجة اسمها بيت ماب. ايه المقصود بالبيت ماب؟ كل بيكسل، يبقى الصورة بتاعتنا دي هنتخيل ان هي متقسمة لنقط صغيرة، نقط صغيرة ممكن تبقى عدد النقط في الروز والكولوم، يعني هنفترض ان هنا ده عدد الكولومز وهنا في الاتجاه ده عدد الروز، يبقى انا عندي مثلا 1024 في 1024 روف كولومز، 1024 في 1024 نضربهم في بعض كده يبقى دي عدد البيكسلز اللي هي الوحده بتاعت الصوره، النقطه الواحده، يبقى البيكسل مقصود بيها نقطه واحده في الصوره. طيب النقطه الواحده اللي في الصوره دي هتاخد القيم من كام لكام؟ ممكن بقى النقطه الواحده نشتغل بيها اكنها 4 بت، ممكن حد تاني يقول لا انا عايز النقطه الواحده تمثل ب 8 بت، ممكن حد تاني يقول لا انا عايز النقطة الواحدة بس تمثل ب 24 بت، وده في الالوان في الصور الكالر في الغالب بتبقى ب 24. ليه؟ لان دايما الصورة بتخزن على اساس انها ريد وجرين وبلو، فانا اكني باخد 8 بت للريد، 8 بت للجرين، 8 بت للبلو، يبقى انا باخد البيزك كالر او التلات الوان الاساسية اللي هي الريد والجرين والبلو، واقدر اكون منهم اي الوان تانية انا عايزها. الريد هياخد 8 بت، الجرين هياخد 8 بت، البلو هياخد 8 بت،
اما للتمانية دي امتى نحتاج 8 بت بس؟ لو الصورة تخيلنا ان هي جراي، يعني ابيض واسود، او مكونة من لون واحد بس، وات ايفر اللون الواحد ده. طب الصورة عندي ما فيهاش الوان كتير، يعني زي مثلا صورة بنصور صورة تكست، التكست يا اسود يا ابيض. في الحالة دي احنا مش محتاجين الوان كتير، فممكن 4 بت يبقوا كفاية. يبقى اتفقنا ان اقل وحدة بالنسبة للصورة هي البكسل، اللي هي النقطة. النقطة دي طبعا كل ما تصغر كل ما جودة الصورة تبقى احسن، عشان كده الكاميرات الجديدة عمال يعلي ريزوليوشن، يعني عمال يعلي عدد البكسل بير انش، او في الانش الواحد فيه كام بكسل. كل ما زودنا البكسلز اللي هي النقطة بتاعت الصورة يبقى حجمها صغير، والريزوليوشن بتاعتي تبقى احسن، او جودة الصورة تبقى احسن، لان في نقط كتير في الصورة. كل صورة هتمثل بكام بت؟ هو ده السؤال اللي احنا بنسأله. يبقى هو ده التمثيل. كل بت ممكن البت الواحد البكسل الواحدة تمثل ب 4 بت او ب 8 بت او ب 24 بت. طبعا كل ما عدد البيتس زاد معناه ان عدد الالوان اللي في كل بكسل زاد. طيب كده اتكلمنا على الارقام، يبقى الباينري نمبر. التكست او الكاركترز اتكلمنا على الاسكي والتطورات بتاعته. الايمج اتكلمنا على البيت ماب، ان احنا بنعمل مابنج لكل لون برقم، واتفقنا ان كل بكسل في الصوره او في الجرافيكس، كل بكسل اتفقنا ان الصوره بتمثل بنقط صغيره سميناها بكسل. كل بكسل هتمثل يا اما ب 4 بت، يا اما ب 8 بت، يا اما ب 24 بت. على فكره ممكن تمثل ببيت واحده بس، يبقى يا اما اسود يا اما ابيض. وده زي ما اتفقنا في صور ايه، زي صوره الايه، لو انا بصور صوره تكست ابيض واسود، فخلاص انا مش محتاج الوان كتيره، يا اما الصوره ابيض يا اما اسود. فاضل لنا دلوقتي لو احنا بنتكلم على الاوديو، برضو الصوت بتاعنا لازم يمثل ب ارقام، والارقام دي في الاخر هتتحول ل باينري سيستم. يبقى برضو الاوديو هنمثله بارقام، وهيمثل برضو بالزيرو والواحد لحد ما نوصل للبايت وهكذا. نقطة مهمة برضو نحب نتكلم فيها، زي ما عرفنا اليونت بتاعتنا بالنسبة للصورة هي بيكسل، وكل ما زودنا عدد البيكسلز كل ما عدد النقط اللي في الصورة بقى اكتر، وبناء عليه الصورة بقت افضل. هنا برضو بالنسبة للصوت بقت العملية مش عملية سبيس، بقت الحسابات بتاعتنا بالنسبة للتايم. يبقى انا كل وقت معين بروح اشوف الليفل بتاع الصوت كام، والليفل بتاع الصوت ده بحوله لرقم. لو الصوت عالي هيبقى الليفل فيه رقم كبير، لو الصوت ما فيش صوت خالص هنفترض انه صفر، صوت عالي هنفترض انه 100. والفاليوز دي تمثل برقم شايلينه باينري. الرقم ده كل ما بنقرا عدد سامبلز كتير، هنسميها سامبل في الحاله حاله الاوديو، كل ما بنقرا عدد سامبلز كتير يبقى جوده الصوت بتزيد. كل ما السامبل دي الممثله تمثل بعدد بيتس اكتر، قيمتها تمثل بعدد بيتس اكتر، يبقى انا عندي في كذا ليفل اقدر اخزنه من الصوت، يبقى جوده الصوت بتزيد. يبقى انا عندي حاجتين بالنسبه للصوت، زي ما كان الصوره عندي عدد النقط فيها كتير، برضه انا عندي بنسميه السامبلنج ريت، وانا بسامبل الداتا كل ما زاد السامبلنج ريت كل ما الجودة هتزيد. وكل ما كانت كل بيكسل تمثل بعد كل سامبل تمثل بعدد كبير من السامبلز، كل ما جودة الصوت هتبقى أفضل. طيب الأوديو ده اللي احنا حولناه لباينري نمبرز أو whatever الطريقة، دايما بنحاول نضغطه، بنضغطه في صورة في الصورة شكلها عامل ازاي، لأن الأوديو فايل ده بيبقى كبير في داتا كتير، زي الصورة برضو بيبقى فيها داتا كتير، فعشان كده بنحاول نضغط الصورة وبنحاول نضغط الأوديو. وأشهر حاجة بالنسبة للأوديو، أشهر ألجوريثم بيضغط الأوديو أو أشهر فورمات، هي الـ MP3. MP3 مقصود بيها فورمات بنعمل بيها ضغط للإيه؟ للأوديو بتاعنا، فتطلع حجم الأوديو فايل أصغر. وده بنشوفه في إيه؟ لو إحنا جبنا أسطوانة أوديو وجبنا أسطوانة عليها MP3، نشوف الأسطوانة الأوديو، أو لو سي الأسطوانة الأوديو، لو افترضنا ان الاسطوانه 500 ميجا مثلا، لو اسطوانه 500 ميجا ممكن نفكر كده هتاخد كام اغنيه ام بي 3، وهتاخد كام اغنيه لو عليها الفورمات الاوديو الاصليه من غير الضغط. فهنلاحظ ان الام بي 3 بتاخد عدد، لو بنتكلم على اغاني او بنتكلم على اي اوديو فايل، بتاخد وقت كبير جدا من الاوديو. ليه؟ لان الام بي 3 بيبقى الحاجه مضغوطه. طيب هنتنقل دلوقتي من الفيديو. الفيديو اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن في الغالب بيبقى فيه صوت وبيبقى فيه صوره متحركه. طب الصورة المتحركة ما هي إلا مجموعة من الصور بتتعرض ورا بعض ومعاهم الأوديو كمان، وبرضو محتاجين أي طريقة نضغط بيها الفيديو فايلز
لان بيبقى احجامها كبيره جدا جدا جدا. طب يتفضل السؤال دلوقتي، فهمنا اتكلمنا كويس على الارقام هنمثلها ازاي، في الغالب هنشتغل بالباينري سيستم. طيب وبالنسبه للتكست الاسكي وتطوراته الاكستندد اسكي، والصوره اتكلمنا على البيت ماب، والاوديو اتكلمنا على زي الفورمات بتاعت الام بي 3 عشان نعمل كومبريشن. السؤال دلوقتي، طب انا البرنامج بقى اللي هو اهم حاجه عندي بالنسبه للكمبيوتر، لازم يكون في برنامج شغال هو اللي بيعمل لي كل الدنيا بالنسبه للكمبيوتر، والبرنامج اتفقنا ليه اشكال كتيره. البرنامج اللي بيشتغل ده هنمثله ازاي؟ اول حاجه احنا اتفقنا ان البرنامج هو مجموعه من الاوامر، مجموعه من الانستراكشنز، يبقى البرنامج مجموعه من الانستراكشنز. الانستراكشنز دي عشان الكمبيوتر يفهمها لازم تتحط في الشكل الباينري. اتفقنا ان الكمبيوتر ما بيفهمش غير الشكل الباينري، يبقى انا لازم يكون دلوقتي عندي مجموعه من الاوامر مكتوبين سيكوينشال بالترتيب ورا بعض، والكمبيوتر بيبدا ينفذهم امر ورا امر ورا امر ورا بعضهم، ولازم يكونوا في الشكل الباينري عشان الكمبيوتر يقدر يفهمها. الحقيقه زمان خالص كانت الناس عشان يقعدوا يكتبوا برنامج كانوا بيكتبوه في بالماشين لانجويج، والماشين لانجويج باينري. يعني انا نتخيل كده بكتب البرنامج بتاعي عباره عن 1 0 0 1 3 اصفار 4 وحايد 2 0 0 1 5 اصفار 4 وحايد 4 وهكذا، يبقى البرنامج شكله بالشكل ده. طبعا مش ريدابل خالص، مش هقدر لو حاولت اقراه انا شخصيا بعد ما كتبته مش هقدر، غير لما يكون عندي زي لوك اب تيبل كده بيقول لي الواحد صفرين واحد معناها اجمع، الواحد اربع اصفار واحد معناها اطرح، الخمس وحايد معناها اقرا من الميموري وهكذا. فكان هيبقى عندي مشكله كبيره لو انا عايز اكتب برنامج بالماشين لانجويج اللي هي شكلها عامل ازاي، شكلها باينري يعني وحايد واصفار. طيب النهارده عملنا ايه؟ عملنا بفر او عملنا ترانسليتور، عملنا عازل بالنسبه بين البروجرامر والماشين لانجويج. جبنا كده بروجرام لانجويج وقلنا والله عندنا واحد هيترجم لنا البروجرام لانجويج دي من البروجرام لانجويج اللي هي هاي ليفل اللي كل الناس تقدر تفهمها بسهوله، ويحولها لنا لماشين لانجويج الكمبيوتر يقدر يفهمها بسهوله. يبقى بالظبط كده البرامج بتاعت دلوقتي بنكتبها بلغه احنا نقدر نفهمها، ونجيب ترانسليتور واحد مترجم نقول له لو سمحت حول لنا البرنامج ده للغه اللي يقدر الكمبيوتر يفهمها اللي هي الماشين لانجويج. اللغه بقى، اللغات كتيره قوي اللي موجوده اليومين دول، لغات كتيره قوي وبتختلف طريقه فهمها، وكل لغه ليها تطبيقات معينه، كل لانجوج للبرمجه ليها تطبيقات معينه كويس. لكن عندنا ميزه ان عندنا دلوقتي في ترانسليتور تقدر تحول لنا من اللغات المختلفه دي للماشين لانجوج عشان نقدر ننفذ البرنامج ده على الكمبيوتر، والكمبيوتر يقدر يفهم البرنامج.